نذهب الآن إلى السيد ناصر الهدمي، ينضم إلينا من القدس المحتلة، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. مرحبا بك معنا أستاذ ناصر. إذن هي مسيرة تهويدية تقول، والفصائل الفلسطينية تقول، أيضا ويقول بيان وزارة الخارجية الفرنسية. نقرأ معك بداية في خطورة وأهمية جهات الخطورة طبعا هذه المسيرة والمراد منها من جانب إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالتقسيم المكاني للقدس المحتلة وللأقصى طبعا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. حقيقة ما سمعته وسمعوا المشاهدين أو المشاهدون في تقريري ومراسليكم الذين تحدثوا عن طبيعة ما شهدناه ولم تبدأ المسيرة المركزية بعد، نرى أن هذه المسيرة فاشلة منذ بدايتها. وأنا قلت أكثر من مرة أن المسيرة فاشلة منذ اليوم الأول الذي تم تنظيمه، لأنها المفروض فيها أن تعبر عن سيادة الاحتلال وسيطرة الاحتلال على المدينة بشقيها الشرقي والغربي، وأنها عاصمة موحدة لهذا الاحتلال. إلا أنه الاحتلال وفي كل عام ومثله هذا العام تجند ما يزيد عن 3000 جندي من جنود الاحتلال ليؤمنوا هذه المسيرة في العاصمة. ويعني صاحب السيادة لا يضطر لجلب هذا الكم الكبير من جنود الاحتلال لتأمين مسيرة أبنائه داخل عاصمته اللي المفروض فيها سيادة. هذا جانب. الجانب الآخر، يعني ما سمعناه من هذه المسيرة ومن شعارات ونداءات تصدر من المشاركين في هذه المسيرة، يعني تعبر عن الانحطاط الأخلاقي، الانحطاط القيمي لدى هؤلاء الذين جاءوا ليعبروا عن عنصريتهم، عن كراهيتهم للعرب، عن حقدهم ويعني نواياهم السوداء. مما يذكرني بسؤالك، إجابة على سؤالك. نعم، تفضل. دعني أكمل هذه الفكرة بإجابة على سؤالك. ما خطورة هذه المسيرة؟ هذه المسيرة تريد أن تمحو هوية المدينة، كما ذكر وزير الأمن القومي أنه يريد أن يصبغ المدينة باللونين الأبيض والأزرق. طبعا هو ينظر إلى اللون الأحمر والأخضر والأسود والأبيض على أنه هذا اللون الذي يهدد أمنه، يهدد وجوده ويستفز مشاعره، لأنه يذكر دائما بأنه السارق وبأنه يجلب 3000 مجند ليحموا مسيرته المزعومة. نعم. الآن نقول بكل وضوح، نعم، أخطر ما في هذه المسيرة هي أنها تريد أن تغير هوية المدينة، تريد أن تطبع وجود الاحتلال في أحياء المدينة، تريد أن تظهر المدينة على أنها موحدة وعلى أنه هو صاحب السيادة فيها. طبعا في المقابل رأينا المقدسيين يعني يخرجون بكل ما لديهم من قوة، يعبروا عن رفضهم أولا للمسيرة، وثانيا عن وجود هذه الأعلام الغريبة عن المكان. وأذكر في العام الماضي حيث علم واحد رفع بطائرة يتم التحكم بها ليكون فوق كل الأعلام. هي تمنع الفلسطينيين. نعم. وقد شاهدنا صورة منذ قليل مع كريستين، منع تام للفلسطينيين من الوصول إلى هذه المناطق وإلى هذه الشوارع. هؤلاء المستوطنون سيد ناصر، كما ذكر الزميل أحمد دراوشة منذ قليل، هم معظمهم إن لم يكن كلهم من مستوطنات الضفة الغربية. عدد كبير منهم أيضا هم من الشباب في العشرينيات أو أقل، هم من طلاب المدارس الدينية. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هناك توزيع للأدوار، وهناك في المقابل تكامل لعناصر قوة الشعب الفلسطيني، حيث لم يبقى الأمر والحال على أن أهل مدينة القدس هم وحدهم من يستطيعون أن يمنعوا هذه المسيرة، أو من يستطيعون أن يمنعوا اقتحام المسجد الأقصى المبارك. بمعنى أنه حينما أصبحت طرقات الضفة الغربية غير آمنة للمستوطنين ليأتوا من مستوطنات الضفة الغربية
الإسرائيلية ليقتحموا المسجد الأقصى المبارك وليؤدوا مسيرة الأعلام، نعم قلت الأعداد وهذا واقع جدا، هناك مخاوف لدى المستوطنين من أن الطرقات لن تكون آمنة، لذلك لم يستطيعوا أن يحشدوا الأعداد التي توعدوا بها في هذه المسيرة. وأنا أعود هنا إلى قضية مهمة، أن هذه المسيرة ربما كانت فرصة أخيرة أو من الفرص الأخيرة لهذه الحكومة العنصرية الفاشية الأكثر عنصرية وأكثر فاشية لتسترد كرامتها ولتستعيد ما وجهها. وذكر مراسلكم الكريم حينما قال أنه يبدو أن كون اليمين في هذه المسيرة في الحكم الآن لم يستطع أن ينفذ ما كان يتوعد به في السابق، ويعني يبدي عنتريات كبيرة أنه سيفعل ويفعل ويفعل حينما كان في المعارضة. نعم حقيقة الأمر أن اليمين حينما أصبح في الحكم أظهر ضعفه وأظهر عدم قدرته على مواجهة الشعب الفلسطيني الذي توحد اليوم وتوحدت عناصر قوته، فأصبحت الضفة الغربية تساهم في حماية المسجد الأقصى المبارك، تساهم في حماية مدينة القدس من مسيرة الأعلام. وتعرض غزة أيضا ربما للعدوان يساهم أيضا في إعادة الحسابات والمعادلة طبعا التي خلقتها المقاومة الفلسطينية، ربما يساهم في إعادة الحسابات بالنسبة للإسرائيليين. وهنا أسألك، هل أكيد ساهم العدوان الأخير على غزة وما انجر أيضا عنه من توازنات جديدة ربما بالنسبة لإسرائيل بالنظر إلى حجم وقوة المقاومة التي أظهرتها في هذا العدوان، كيف يؤثر على حساباتها؟ ربما هي لا تريد أيضا التصعيد من خلال هذه المسيرة، وأرادت أن تكون ربما في إطار معين لا تزيد ولا تحيد عنه. أكيد أنا على يقين أن العديد بل ربما كل المشاركين في المسيرة أولا كمشاركين وكجمهور لا زال في ذهنهم وفي ذاكرتهم ركضهم نحو الملاجئ، لذلك لم يريدوا أن يستفزوا الصواريخ من قطاع غزة. كذلك هذه الحكومة التي نعم تجازف في تنفيذ هذه المسيرة لأنها كما قلت يعني شكل من أشكال إظهار السيادة والسيطرة على المدينة المقدسة، ولكن أيضا هي لا تريد أن تخسر المعركة، وبدل أن تقوم بتنظيم وتنفيذ هذه المسيرة تقوم بتنفيذ وتنظيم دخول إلى الملاجئ التي لا زالت مفتوحة. لذلك نقول بكل وضوح نعم حكومة الاحتلال أمام مأزق، هي لا تستطيع أن تتقدم إلى الأمام، وهي تعي أن هناك مخاوف كثيرة إن بقيت واقفة في مكانها. هي تريد أن تظهر قوتها، ولكن إظهار هذه القوة لا تريده أن يستفز عناصر قوة الشعب الفلسطيني من مقاومة من أهل مدينة القدس من أهل الضفة الغربية ومن أهل الداخل الفلسطيني، فهي في مكان غير مريح لا تستطيع أن تتقدم فيه ولا أن تتراجع. نعم طيب، فيما يتعلق بهذا الموقف الإسرائيلي المتطرف فيما يتعلق بالأقصى وبالجانب الفلسطيني أيضا عموما، نقرأ معك في الموقف الدولي الذي يوصف بأنه منافق إلى حد بعيد، بأنه منزاح إلى حد كبير أيضا إلى الرواية الإسرائيلية، عندما يقوم أحدهم ربما بالتعليق ولو من بعيد على قضية إسرائيلية يتهم بالسامية. اليوم المستوطنون الإسرائيليون يدعون إلى قتل الفلسطينيين بشكل واضح وصريح، إلى رميهم في البحر، ومع ذلك لا نجد أي تنديد ولا استنكار أيضا من الغرب ومن الولايات المتحدة أيضا الداعم الأول لإسرائيل. نعم أكيد، يعني عفوا الشعب الفلسطيني طيلة 75 عاما سمع الكثير من التصريحات ومن إبداء الشجب والاستنكار والقلق من مؤسسات دولية من دول من وزراء خارجية دول، وأيضا سمع دائما العبارة المشهورة أن للاحتلال أو هم يقولوا لدولة إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وهي الدولة ذات القوة النووية ذات الأسلحة الفتاكة ذات القنابل العنقودية الفوسفورية ذات الجرائم التي يراها العالم كله في كل الشاشات وعلى كل الفضائيات، واليوم يسمعون كل ألفاظ العنصرية والانحطاط الأخلاقي والقيمي، ومع ذلك نعم كلهم يؤيدون الاحتلال ويمنعون أي مساس به من في المؤسسات الدولية، كله شجب واستنكار لا يساوي الحبر الذي كتب على الورق. في النهاية
هذا ما اعتاده الشعب الفلسطيني. لذلك الشعب الفلسطيني لا يعول على هذه التصريحات المنافقة الكذابة التي رافقت دولة الاحتلال وحمتها طيلة 75 عاما. هو يعي تماما أن هذه الحكومات الغربية تتباكى على حقوق الإنسان، ولكنها لا ترى ما يجري بحق الشعب الفلسطيني. في النهاية نحن نرى تماما هذا النفاق، ونعي تماما أن هذه الشعوب أو هذه الدول لم تكن يوما في من الأيام صديقة للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك من القدس المحتلة ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.